السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بيا في هذا الفيديو الجديد. مرحبا بالناس القدام ومرحبا بالناس الجداد. أش أخباركم؟ يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة وعجبكم المحتوى فما تبخلوش باشتراكاتكم وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وفضلا منكم ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب وشكرا. ودابا غادي ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع، تحديد هوية ضحايا فاجعة الجديدة والوصول إلى هوية المشتبه فيه الرئيسي. إذا لمزيد من التفاصيل خليكم إلى آخر الفيديو وما تزابيوش. من خلال هذا الفيديو غادي نتكلموا على آخر تطورات الجريمتين الخطيرتين اللي هزوا ساكنة مدينة الجديدة مؤخرا، والأمر يتعلق بجثة شابة تم العثور عليها متفحمة على مستوى الطريق السيار الرابط بين الجديدة وأزمور، وبالضبط بالقرب من دوار النواصرة التابع لجماعة الحوزية. والجثة الثانية تعود للمرحومة عادلة خريس اللي تاهي تم العثور عليها مذبوحة وعلى جسمها آثار الضرب والجرح في واحد الشقة متواجدة بحي السلام بمدينة الجديدة. هاد الجريمتين تنفذوا في نفس النهار ولكن في أماكن مختلفة، إلا أن المصادر كتقول أن هاد جوج جثث تعود لصديقتين. نهار الجمعة 15 دجنبير الجاري مع الخمسة ديال الصباح، واحد الشخص كيسكن بدوار النواصرة نواحي الجديدة كان غادي لخدمته في أحد المنتجعات في داك الصباح الباكر، وفي الطريق اللي موالف كيدوز منها حدا لوطوروت اللي كتربط بين الدار البيضاء والجديدة، هاد السيد وصل حدا واحد البلاصة فيها البركاسات ديال الزبل حاشا وجوهكم الكرام، وبانت ليه عافية قوية شادة في شي حاجة حدا البركاسة. في الأول اصحاب ليه غير شي زبل أو لا خشب شعل فيه شي حد العافية، ولكن مني قرب منه مزيان باش يشوف اش داكشي كيتصدم بمنظر مرعب، وهو ان العافية كانت شادة في جثة بشرية. وهنا في البلاصة غادي يمشي يجري ويعيط للامن باش يحضروا العايل المكان ويشوفوا الجثة اللي كتحرق وكانت شاعلة فيها العافية بزاف، يعني قدر يالله كيحرقها المجرم وهذه هي الصورة ديالتها. المهم هذا الحدث استنفر عدد كبير ديال رجال الامن والوقاية المدنية اللي طفاو العافية اللي كانت شادة في الجثة واللي تقريبا كلات جزء كبير منها. من بعد غيتم نقل ما تبقى من الجثة في أكياس بلاستيكية وغادي تمشي للتشريح الطبي باش يتعرفوا على الهوية ديالها. أما رجال الأمن فبقاو داك الصباح كامل في مسرح الجريمة كيحاولوا يجمعوا جميع الأدلة اللي ممكن توصلهم لحل لغز هاد الجريمة، واستعملوا من أجل هاد الشيء الكلاب المدربة وطائرة الدرون، وقاموا بحملات تمشيطية للمحيط اللي وقعت فيه الجريمة. التعرف على هوية صاحبة الجثة كان صعيب بزاف لأن النيران كلات الملامح كاملها ديال الوجه، وحتى من اليدين تحرقوا كاملين وما بقوش فيهم البصمات. يقدر اللي قتل صاحبة الجثة قتلها في شي بلاصة أخرى عاد جابها لذاك الخلا ولاحة وشعل فيها العافية باش يتخلص من معالم الجريمة. وفي نفس اليوم اللي هو الجمعة البوليس غادي يلقاو جثة ثانية ديال شابة مذبوحة في أحد الشقق بالجديدة، والقضية بدأت من هاد الضحية اللي سميتها عادلة خريس اللي هي شابة من مواليد سنة 1980 وكانت كتشتغل في مازاغون بيتش وكان عندها بوست كبير تما. خدمات واحد المدة من بعد مشات في رحلة عمل في إسبانيا وبقات فيها واحد المدة، ومن بعد رجعت للمغرب. منين رجعت للمغرب بقات واحد المدة أمورها عادية حتى لهاد السيمانة اختفت عن الأنظار مدة يومين ونقاطعوا الأخبار ديالها، وبداو كيقلبوا عليها دارهم كيصونيو عليها في التليفون ما كتجاوبهمش، كيدقوا عليها في دارها ما كتحلش ليهم. وهنا الأخت ديال هاد الضحية غادي تمشي تعلم السلطات بالاختفاء ديالها ووراتهم دارها فين كتسكن، وبالفعل الأمن دقوا عليها في الباب وما كتفتحش. وهنا غادي ياخدوا إذن من وكيل الملك وغيضطروا أنهم يفتحوا الباب بالقوة، وتما فين غيلقاو الجثة ديال عادلة عليها آثار ديال الضرب ومذبوحة وغارقة في دمايتها وسط دارها. مني البوليس رفعوا البصمات والأدلة اللي كاينين في الدار ديال عادلة فهزوا الجثة ديالها للتشريح باش يعرفوا سبب الوفاة. ومن بعد المحققين فتحوا بحث في هاد القضية وبداو كيسولوا على عادلة كيفاش كانت حياتها وعلاقتها مع الناس وياك ما عندها عداوة مع شي حد إلى آخره. وهنا الأبحاث ديال رجال الأمن وصلتهم لواحد الشخص مشتبه فيه
ليتا هو خدام في منتجع مازاغون اللي خدامه فيه عادلة، ولكن البوليس ما لقاوش كيفاش يستدعيوه لانه طافي تليفونه وغبر عن الانظار وما كاينش نهائيا في المحيط، يعني هو في حاله فرار. اذا حسب شهادات الناس اللي كيعرفوا عادلة كيقولوا عليها انها كانت انسانه خلوقه ومحترمه ومعروفه بالطيبوبه ديالها، ولكن اشنو علاقتها بالمشتبه به؟ واش صديقته او لا خطيبته؟ وعلاش قتلها؟ واش الامر يتعلق بالخيانه كيف ما العديد من الاخبار كترجح وكتقول ان هذا السيد كان مهلف عادلة وما مخلي ما داير عليها، ولكن في الاخير حصلها كتخونه. هذا علاش حس بالشمته وما تقبلش انها تبدلو بواحد اخر بعد ما كان مهلي فيها وما مقصرش من جهده، وفي الاخير حاول ينتقم منها وقتلها. الكل اليوم يتساءل شنو اللي كيربط بين جريمه قتل عادلة في الشقه مع جريمه قتل شابه واحراق الجثه ديالها في الخلاء. واش بصح هما صحابات وتقتلوا في نفس النهار في اماكن مختلفه؟ واش اللي قتل عادلة هو نفس الشخص اللي قتل الفتاه الثانيه وحرقها؟ واش الامر يتعلق بشخص واحد لينفذ الجريمه او لا هناك شركاء تعاونوا في تنفيذها؟ اشنو هما نوع الخلافات اللي خلات المجرم يقتل جوج شابات بطريقه بشعه؟ واش فعلا القضيه هي متعلقه بالخيانه وان المتهم خسر فلوسه على عادلة وفي الاخير بدلاته بواحد اخر وهو من نساق الخبار انتقم منها؟ وكذلك كاين واحد اللغز ديال السياره اللي كانت كاريه عادلة اللي مازال مختفي عن الانظار لحدود هاد الساعه وما معروفش اشنو اللي دار بهاد السياره. واش اللي قتل عادلة هو اللي شدها وركب فيها وهرب فيها؟ الله اعلم. هاد الجريمه خطيره فكرتني بجريمه الشرطي هشام الله يرحمه، لتا هو تم الاختطاف ديالو وذبحه وتعذيبه ومن بعد هزوا الجثه ديالو وحرقوها بمنطقه خلاء باش يتخلصوا من معالم الجريمه. الله يرحم الشرطي هشام يا ربي امين، والله يجعل مثواه الجنه. ولمزيد من التفاصيل خليكم مع قراءه للخبر. في تطورات مثيره بشان فاجعه الجديده على خلفيه العثور على فتاتين احداهن متفحمه بالطريق السيار والاخرى جثه هامده بشقه في مدينه الجديده، كشفت مصادر متطابقة أن الأمر يتعلق بانتقام وأن المشتبه به لا يزال في حالة فرار. حسب ذات المصادر فإن الفتاة التي تم العثور عليها في الشقة تسمى قيد حياتها عادلة خريص من مواليد 1980، أبلغت شقيقتها العناصر الدركية باختفائها وعدم ردها على مكالماتها الهاتفية قبل أن تحدد الشقة ويتم اقتحامها، لتتفاجأ العناصر الدركية بجثة وعليها آثار الضرب والجرح على مستوى العنق يرجح أن يكون بآلة حادة. ولم تكتمل الصدمة هنا، بل تم العثور على صديقتها أيضا جثة متفحمة ومرمية بجانب الطريق السيار الرابط بين مدينة الجديدة والدار البيضاء، بالضبط على مستوى دوار النواصرة بتراب جماعة الحوزية بإقليم الجديدة. الأبحاث والتحقيقات المفعلة ربطت بين الحادثتين، وتم بالفعل توجيه أصابع الاتهام إلى مستخدم بمنتجع مازاغون يرجح أن يكون وراء الفاجعة، خاصة وأن الشكوك لم تكن بالصدفة حيث تربطه علاقة غير شرعية بإحدى الضحيتين مما سهل تحديد هويته وزاد من الشكوك في فراره واختفائه عن الأنظار مباشرة بعد الواقعة. الى هنا نكون وصلنا الى نهاية الفيديو، ما تنسوش خليوا ارائكم من خلال التعاليق واعطيوا وجهة النظر ديالكم في قضيتنا ديال اليوم. شكرا على حضوركم الكريم، خليتكم على خير، الى اللقاء.